سلام، مرحبا بكم معنا في أول درس من السلسلة التعليمية ديالنا خاصة ببرمجة الأردوينو. أولا شنو غادي نحتاجو في هذا الدرس؟ هذا كارت أردوينو إينو، بريد بورد، دي في كونديكتور، وغنحتاجو دي ليد. دابا ننتقلو للشيما. غناخدو ليد، غناخدو من رقم 5، غادي نديو البوزيتيف ليد. ديما البوزيتيف ليد هو داك السلك لي تيكون طويل، طويل هو البوزيتيف، وداك القصير تيكون هو جي إن دي. ناخذ جي ان دي ونديرو هذاك القصاوي، هذا هو اللون الاخر. بص الشيما كيصبح على هاد الشكل. ننتقلو للمرحلة ديال البروغراماسيون. بالنسبة للبروغرام ديالنا غادي نقسموه لثلاثة ديال لي بارتي. البخومييغ بارتي هي فاش غنعرفو بلي بين باش خدامين، يعني غنعرفو بلي بين لي غنصيفطو الاردوينو. البارتي الثانية هي البارتي فاش غادي نديكلاريو بالمداخل والمخارج ديالنا، لي زينبوت ولي زوتبوت. كيكون انبوت يعني فاش تنبغيو حنايا نعطيو معلومه للاردوينو اولا نعطيو واحد الانالوجيك اللي هو عباره عن سنترول، وكتكون اوتبوت حيت يكون الاردوينو هو اللي غادي يعطينا معلومه، الاردوينو غادي يعطينا واحد الانالوجيك اللي هو عباره عن سنترول. والبارتي الثالثه اللي هي عباره على لوب فويد لوب، وهي فاش نحطو البروغرام ديالنا وكتبقى تعاود في الانفين. ودابا ننتقلوا نطبقوا الكود ديالنا. نبرونشيو الاردوينو مع البي سي حتى ندخلوا البروغرام، كتكون عندها هذا الشكل هذا. نمحيو باش نعاودوا من الاول. هنا شنو درنا؟ انت ليد كتساوي 5 بوان فيغول. انت هي الاختصار تاع انتيجر، يعني هنا تنقولوا ليه الاردوينو بلي راه حنا دخلنا واحد بيريفيريك سميتو ليد، دخلناه في البين نيميرو 5، ديك بوان فيغول كنديروها باش كنسدو الامر ديالنا. فويد سيت اب. فهاد الفويد سيت اب هي فاش غادي نقولو ليه الاردوينو بلي هاد ليد هذا اللي دخلناه في البين رقم 5 هو عباره على واحد الاوتبوت، يعني الاردوينو هو اللي غادي يبقى يعطيه معلومات اولا واحد الانالوجيك. كنعبرو عليها بين مود، كنحلو القوس ليد اوتبوت او بوان فيغول باش كنسدو الامر ديالنا. ديما بوان فيغول كتكون في كل امر. دابا ننتقلو للفويد لوب. الفويد لوب هو فاش غادي نعطيو الامر للاردوينو. الطريقه باش نعبرو على الامر هي ديجيتال دبل في كبيره رايت، ديجيتال رايت ليد هاي، يعني تنقول للاردوينو هذاك الليد اللي كاين في البين رقم 5 غادي تعطيه هاي اللي هي 5 فولت. يعني دابا بهذا الكود هذا شنو قلنا للاردوينو؟ قلنا ليه بلي دخلنا واحد الليد في البين رقم 5، وقلنا ليه بلي داك الليد اوتبوت، وقلنا ليه اعطيه 5 فولت، يعني قلنا ليه يشعل لنا هاد الليد هادي. دابا غادي نجيو لهاد التولز وغادي نكونفيكيريو البور ديال الاردوينو. وبالنسبه اللي غادي نمشي اردوينو اخرى غادي يجي لهنايا وغادي يوطى على النوع ديال الاردوينو باش هو خدم. نكومبيليو باش نشوفو واش عندنا صحيح الكود، نديرو ليه سيف. كما كتشوفو الكود صحيح. دابا غنصيفطو الاردوينو. كما كتلاحظوا هاو دار الليد ديالنا شاعل. دابا ننتقلو باش نديرو ليه واحد الكليم يطمو، يعني هاد الليد هادي بغيناها تبقى تشعل وطفى، تشعل وطفى. الكليم يطمو كنديروه بالعبارة ديال الدولاي. الدولاي يعني كنقولو ليه بحال قلتي، تنقولو ليه تسنى، نديرو ليه 1000 ملي سكوند بوان فيغول، ومن مورا فاش يتسنى هاد 1 سكوند يطفى، يعني ديجيتال رايت ليد لو، يعني هذاك الليد غادي تعطيه 0 فولت. ديلي صيفطو الاردوينو نشوفو شنو غادي يعطي. كما كتلاحظوا هو داك الكلينيو. دابا نحاولو نزيدو جوج ديال لي ليد اخرين. الشيما غادي يصبح على هذا الشكل هذا. غادي ناخدو جوج ديال لي ليد اخرين، واحد غنحطوه في 6. ديما كما قلت لكم هذاك اللي كيكون طويل هو البوزيتيف، والاخر هو الجراوند. الاخر نجيبو في 6 و جراوند في الاردوينو.
نشوفوا شنو هو التغيير اللي غادي يتحب الكود. نديكلاريو بلي انت ديالنا نسميو الثاني نسميوه ليد 2 والثالث نسميوه ليد 3. ليد 2 عطيناه 6، ليد 3 عطيناه 7. نمشيو للفويل سيت اب بجوجهم اوتبوت، يعني بين مود ليد 2 اوتبوت و بين مود ليد 3 اوتبوت. نمشيو للفويد لوب باش نعطيوه الامر، يعني غادي يبقى تقريبا نفس الشيء. غادي نكوبيوه نديرو ليه كوبي ونكوليوه هنايا جوج ديال المرات، وغادي يبقى لنا نغيرو الاسماء. يعني هنايا غادي نعطيو ليد 2 وخرى غادي نعطيو ليد 3. ونصيفطو الاردوينو نشوفو شنو غادي يعطي. نتوما كما كتشوفوا كيشعل الليل الاول ويتسنى ثانيه ويطفى، ويشعل الليل الثاني ويتسنى ثانيه ويطفى، كيشعل الثالث وكيتسنى ثانيه ويطفى. كان هذا هو الكور ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا شي حاجه. ما تنساوش تدعمونا بلايك وبشير الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.